وانا فريق الوداد راه كبرت فيه يعني تزاليت في عائله وداديه وانا كنلعب مع الوداد اكثر من 30 عام ويعني الوداد هي بحال قلتي مثابه العائله ديالي الثانيه والانخراط ديالي راه خصو يكون يعني شي حاجه اللي هي عاديه عندنا هنا. الخلافات ما تيخلقوهاش الناس المحبين ديال الفرق، الخلافات كيخلقوها الناس اللي ما عندهمش علاقه بالرياضه نهائيا، لان ماشي حيت انا كنيتي بدري غادي نضرب مع شي واحد كنيتو مثلا بناني ولا مثلا كنيتو الخليفي، ماشي حيت هو كنيتو الخليفي غنضرب معاه، لا يعني هذه انتماءات، ماشي حيت انا مسلم غنضرب مع واحد مسيحي ولا انا هاك لله في سبيل الله ونخلق مشاكل، لا كل واحد نتبع واحد الفريق حب هذاك الفريق اذا صاغي يطلع المشاكل الفرق الاخر ماشي شغلك، ما عندوش علاقه، ما عندكش علاقه بالفريق الاخر ما خصكش تبدل المشاكل الاول، يعني هادشي ما عندوش، حنا ما كابرينش في هادشي، لان ملي كتعرف هادشي فوقاش كتعرف هادشي وكتعرف القيمه ديال هادشي، وملي كتلعب مع المنتخب الوطني والرجاوي لعب معاك والجيش لعب معاك واللي في الرباط لعب معاك واللي في قنيطره لعب معاك والفاسي لعب معاك في نفس الفريق وشي تدافع على شي، لا ما تيبقاش المشكل ديال الخلاف، الناس دابا اللي ما فاهمينش الرياضه هما اللي تيخلقوا المشاكل.